الحضره المراكشيه هي الطوابع ديالها تقريبا ملحونيه. الملحون كتسمي فيه فراش وغدر، والحضره المراكشيه فيها الفراش وغدر، اذن ما كاينش خلاف بيناتهم. وهي غير هذه الحضره مختصه بالنساء، كيقولوا فيها شعر، كيقولوا فيها كلام. اذن الملحون فيه كلام متميز، والحضره فيها كلام متميز. هادشي ديال اللعب تنوصلو للشباب، تنوصلو للامهات والجمهور كله، باش تما ينشطوا ويبسطوا، باش زعما يديروا هادشي مستقبلا، باش يبقى هادشي ديما تراث. صح زارني محبوبي يا مسكوت صياد، خدك يوم وعلى رصاد ما بين محط الرياض. فن راقي يستفد منه الانسان، يتعلم الانسان الادب الاخلاق والادب الديني والادب المحبه والشعر. ان تقريبا الملحون تيمارس جميع الثقافه وجميع المواعيد وجميع الاختصاصات، فلهذا نتمنى ان يكون هذا الفن على مستوى ان شاء الله راقي من هنا لقدام. حاولنا ناخذوا في الطابع التقني والفني ديالو بزاف ديال 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 الحويجات. حاولنا اننا نجمعوا الافكار ديال الفرق الفنيه بامتياز، الفرق اللي خدامه على فن الملحون بامتياز، باش تعطينا طبق الملحون في مدينه مراكش في القصبه بشكل من الاشكال اللي حنا فرجويه لمدينه مراكش وكذلك للجميع. تواصلنا مع هذا المهرجان ان قمنا مجموعه ديال الانشطه متوازيه معها، بما فيها خص الكتاب الذي علاقه بالشيوخ والمنشدين الذي انجزوا مجموعه ديال الكتب في اطار الملحون كتراث. ثم بعد هناك بعض الاواني وبعض الاثاث اللي هي قديمه جدا اللي عندها علاقه كذلك بالتراث، والفنان التشكيلي كذلك اللي تواصل معنا.